قبل ما حضرتك تشوف الفيديو ما تنساش تدعمنا بلايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس وتختار كل الإشعارات عشان نوصلك كل جديد بينزل على قناتنا قناة الأهلاوية على اليوتيوب. مشاهدة طيبة. معز علي قال احترمنا الأهلي زيادة عن اللزوم في الشوط الأول واديناهم أكبر من حجمهم، ده قال كده، واستغلوا غلطة واحدة قدروا يسجلوا بيها هدف، واحنا دخلنا الشوط الثاني بجدية وحماس أكتر واديناهم حجمهم الطبيعي في الشوط الثاني. دي تصريحات المعز. هو مع احترامي ليه طبعا، عايز اقول له عروستي. لا هو مع احترامي ليه، ايه مش باللهجه دي. لا انا سالت، قال كده بالظبط. لا 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 قال كده بالظبط. اسمعني، لا قال كده بالظبط، سالت وجاب التصريح من على ال، قال كده بالظبط مع النت ان هو مش، ما قالش كده. دي تصريحات، لو قال كده يبقى ما ينفعش يقول كده. لا اكيد، ما اكيد يعني هو حجم النادي الاهلي حجم كبير يعني. هو ايه تصريحاته يا جماعه؟ مش جايبها من عندي والله، الراجل كابتن فرقه فما يصحش هو قال كده حاجه كده يا جماعه. يعني دي تصريحات الراجل ولا حد تاني؟ دي تصريحات. طب لو هو قال كده وادينا الحجم الطبيعي للنادي الاهلي، هو الحجم النادي الاهلي ان هو بيلعب، لا الحجم الطبيعي ان هو كسب، لا الحجم الطبيعي ان هو يلعب ضد بايرن ميونخ سيمي فاينال وانت هتتفرج عليه في التلفزيون، هو ده الحجم الطبيعي. بس يعني طيب، هو اكيد اكيد بس اكيد لو هو قال كده، بس انا اشك، هو لو قال كده يعني اشك ان هو طبيعي لازم يدي النادي الاهلي حجم. اه ده طبيعي، وطبيعي النادي الاهلي كبير، وطبيعي النادي الاهلي امكانيات فنيه اعلى. خلينا بس يعني احنا بنتكلم دلوقتي كلام فني، لكن الاهلي لو هو داخل معاه في الجيم وموفق النهارده في اللعب بتاع النادي الاهلي. طب هو انتوا ليه مش مصدقين ان الراجل قال كده؟ الراجل قال ان احنا في الشوط الاولاني ما اديناش الاهلي او بلغنا فيه ان احنا نعمل حساب النادي الاهلي، في الشوط الثاني ادينا الاهلي حجمه والاداء زي ما انتم شفتوا. ايوه زي ما هو، ايه طلع برضه خسران. طيب احنا نرد عليه برضه، احنا بنرد عليه بقول لك انت، هو برضه طلع خسران في الاخر واحنا في الدور اللي بعده كلها حاجات. ده لو هو قال كده بقى، اه احنا برضه زي ما قال حسام، احنا برضه كسبنا المباراه وصعدنا الجول بعد كده على لاعب بطل اوروبا. قال كده بالظبط والله، احلفوني والله الفيديو، هاتوا لي الفيديو يا جماعه. لا لو فيديو موجود يا ريت. اه ممكن هاتوه من على الموقع، من على الموقع الرسمي للدحيل. قال كده. طيب دي تصريحات للقناه حقوق، ادينا الاهلي اكبر من حجمه. بص هما بيسمعونا، ادينا الاهلي اكبر من حجمه في الشوط الاولاني. يا حسن، واحنا بنقول ان حجمه، حجم حجم الاهلي كبير وكبير جدا وطول عمره كبير يعني. فانت اديت الحجم الطبيعي الاهلي وحجمنا الطبيعي ان انا اكسب الدحيل على ارض الدحيل، هو ده الخطر يعني في الدحيل ده، ده الطبيعي الاهلي، ده طبيعي يعني. فده حجمنا وده مهمنا ان احنا نلعب ضد بايرن ميونخ، ده طبيعي. تمام، كبير ضد كبير. تمام. طيب اجي بقى لمحمد شريف محمود كهربا، كان دايما يعني في ماتشنج ما بين بواليا شريف كهربا، لو لاعب شريف يقوم منزل ويلتر ومنزل، خدت بالك الماتشنج دي؟ اه منزل كهربا خلاص. سيبك من ده عشان احنا ايه، عايز حاجات بينا في سين بينا. طيب هو ما عملش الكلام دوت، ما احنا اتكلمنا في الموضوع ده، احنا قلنا اللي هو بيعتمد كان في كان يعملوا فرقه، وكان بيبدا احيانا بمحمد شريف وبدا ضد بيراميدز محمد شريف وكهربا كان نازل شوط تاني ونجاح قدر يسجل فيه الجول، نفس الجول بتاع والتر جوالي بس فارق 2 سم. واخطاء الحارس حصلت النهارده بالظبط، طاهر في اخر الشوط الاولاني ضغط على الحارس برضه قدر ياخد منه الكوره، والكور الطويله اللي في العمق الدفاع من ورا الدفاع الدحيل برضه بتسبب لهم مشاكل، وده شفناه برضه النهارده. فالاهلي زي ما قلت لك ان واضح ان كان موسيماني قاري الفرقه كويس ولعب الشوط الاولاني بشكل تكتيكي محترم جدا، وتراجع برضه الدحيل وانه ساب الاستحواذ للنادي الاهلي ادى فرصه كبيره للنادي الاهلي ان هو يطلع بالشوط الاولاني بالنتيجه دي وبالاداء ده. ده التشكيل اللي انفردنا بيه امبارح وتوقعناه من خلال اللعيب في وجود كابتن حسام غالي، صح يا كابتن حسام؟ صح بالظبط 100%. طيب انت مش عايز تتكلم على الشوط الثاني ليه؟ ما هو بقى لا الشوط الثاني اسمع منك. لا عايزين ايوه ولا يا شباب جدع جدع ايوه لا احنا عايزين نسمع منك. لا 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 الشوط الثاني حصل أيوة. حصل اللي احنا عملناه في الشوط الاولاني، ايوه ان كنا بنضغط على الخصم كويس من هناك من بدايه الهجمه وبناخد الكره او يضطر يلعب كره طويله ونستحوذ على الكره، هو عمل فينا نفس الموضوع، هو تخلى خلاص عن الحذر الدفاعي اللي هو عامله في الشوط الاولاني
وبدأ يتجرأ أو يضغط على النادي الأهلي في نص ملعبه، ما يديش فرصة لأيمن وبدر إن هما يبنوا الهجمة. تغييرات برضو راحة بين الشوطين هي دي برضو أثرت كويس جدا بنزول المعز علي مكان بسام الراوي ده لعيب نص ملعب، بقى بيلعب كان بيلعب 4 3 3 بقى بيلعب 4 2 3 1، دخل دودو في نص قلب الملعب زي قفله مع ادميلسون رقم 10 ادميلسون اخد الناحيه الشمال، المعز علي نزل كوينج رايت، وبعدين برضو الفيرود اللي نزل معلش قطع التغييرات كمان اللي هو نزلها النهارده مش دي اللعيبه اللي هو معتمد عليها حتى في الدوري في اخر 3 4 ماتشات في الدوري، مش هي دي اللعيبه اللي كان معتمد عليها تغييرات جديده. فانت فجاه في كاس عالم الانديه في ماتش مهم زي ده رحت منزل لعيبه جديده صلاح محسن ومروان محسن، مع يعني مع احترامي ليهم يعني الاثنين حبايبي وكل حاجه، لكن انت الفتره اللي فاتت كلها انت بتعتمد على كهربا وشريف كبدلاء او حل هجومي في الشوط الثاني، النهارده ما نزلش كهربا ولا نزل محمد شريف، فدي برضو طبعا هو زي احنا كنت جاي علامه اقول لك يعني. اعتماده حتى على اللعيبه اللي هتنزل في الثاني او هتنزل في اخر المباراه مش هي اللي كانت موجوده معاه قبل كده ومش هي اللي مديها الثقه في الدوري ان هم يلعبوا، فبرضو تحس ان هو برضو طيب هو ده بيقول لك كويس الدحيل وضغط الضغط اللي عملوه على النادي الاهلي في الشوط الثاني ده برضو ادى فرصه للدحيل ان هي تستحوذ وتهدد مرمى الاهلي برضو بكذا فرصه ووصلوا كتير للجول الشناوي. التغييرات برضو اللي موسيماني بصراحه عملها دي برضو ادت فرصه اكتر ان الدحيل يبان بالشكل ده، كنت اتمنى يعني انا مش معترض على التغيير ان هو يلعب ثلاثه في نص الملعب اللي هو سوليا وديانج مع اكرم، الثلاثه دول هو ممكن ضد بايرن هيستعين او هيلعب بالشكل لا ده هيلعب بشكل مغاير تماما دي معلومه لا لا موسيماني قدام باير هيلعب بطريقه لعب مختلفه تماما عن اللي حصلت معاه ممكن ضد بايرن هيلعب 4 3 3 هيلعب بثلاثه زي هولدنج ميدفيلدرز الثلاثه هم نفس الشكل نفس اللي هم الناس بتستخلص الكوره بشكل يعني كويس سلاي حمد بالظبط كده ويبدا يلعب بثلاثه قدامهم فيرود واثنين تحتيه هو بقى يلعب على الكاونتر اتاك يستغل مساحات في ظهر بايرن ولا حاجه هو مش انا مش معترض على انه يلعب ثلاثه او يقوي نص الملعب شوي عشان يطلع بالنتيجه دي كسبان لكن خلاص هو الدحيل اتخلى على الحظر الدفاعي وخد وطلع في كله بيهاجم بكل خطوطه انا ما نزلتش ما استغلتش الحته دي بقى انا انزل حد مهاري او حد سريع في الحته ياخد الكره ورا الناس دي ويهدد مرماهم اللي انت شرحته امبارح. طيب قبل ما اروح لكابتن شاول وانت موجود في الملعب في الشوط الثاني كنت هتعنف كام لعيب؟ عنف؟ يعني تزعل كام لعيب؟ لا مش عنف حد والله بس ليه عنف؟ قول يا حسين يعني هتزعل قول يا حسين يعني بص يعني اللي عجبني هو مين؟ هتفوق كام لعيب؟ في لعيبه فوقها طبعا في ناس النهارده بدات من اول دقيقه لاخر دقيقه محافظه على ثبات مستواها ومديه طمانينه للفرقه بتاعتها وفي ستابيليتي في الاداء وكل حاجه، في ناس طبعا قعدت شوط اولاني، الشوط الثاني كان في تراجع شويه في المستوى، هي دي الناس اللي ممكن اكلمها، يعني مين؟ اللي حافظ على ادائه بدر بنون، ايمن اشرف، علي معلول، السولية علي معلول. الباقي كله يعني هيتظبط. الباقي وحمدي فتحي لغايه ما خرج طبعا، حمدي فتحي لغايه ما خرج برده كان مادي بشكل كويس، لكن الباقي كله طبعا في كان في دروب في المستوى شويه، هو ده ادى الفرصه للناس اللي هي بعد ما حضرتك شفت الفيديو ما تنساش تدعمنا بلايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس وتختار كل الاشعارات عشان يوصلك كل جديد بينزل على قناتنا قناة الاهلاوية على اليوتيوب. بشكركم مرة واثنين وثلاثة وعشرة. كان معاكم اخوكم هاني الشرقاوي والسلام عليكم.